أيضا حسب علمي مجوهر وكفنانة شعبية أيضا، في الكثير من يعني العائلات اللي دائما ينادونك على أساس الجلوة. ايوه. أي الجلوة متى ابتديتيها؟ يعني هل مع بدايتك لا لا في لا الفن الشعبي لا ولا؟ لا، الجلوة عقب كذي، عقب ما كونت فرقتي الحرية كذي. ها كونتي لك ايوه، فرقة؟ انا طلعت من عمتي أي العاصفة، أي وبعدين سويت لي فرقة بروحي، ونحن فرقة الحرية شلون فرقتي. فكرتي في انك تسوي كوني مو فرقة؟ اللي صار شوي خلاف. سوء تفاهم، اي الله كاتب ان انا اي يعني اكيد هي ما زالت عمتي اي ولي نعم. ولا، وخذيت منها وتعلمت منها، بس ترد يعني عقب. ما عادش فنانات معروفات يعني. كانت معاي شم الخضاري عقب، بس كان يوم تعبت مرات. الحين انا بس في الفرقه بروحي، انا اللي بروحك اغني بروحي. اي البنانات يعني يلزموا معاي الطيران وذي، اذا والاورج، اذا يبون شباب ورا الستاره، اذا بس ما اذا تعبتي من شيء ليش اثناء الفرقه مثلا اذا كنتوا في زواج مثلا لا والله. كله بروحك الله سبحانه وتعالى. عساش على القوه ان اي شاء الله. زين الجلوه شلون؟ الجلوه هي ما كنت انا يعني شو اللي خلاش تفكرين ايش انك فكرت في يوم من الايام احنا قاعدين مش يعني عندي هاللون، ورحت حق واحده في رجل الله يرحمها، عندها كتب مال الجلوه وكذي، اي هاللون مال المولد. قلت لها انا ابغى اتعلم وذي، قالت لي انت صوتك حلو وكذي وكذي حق. لا المولد يعني ما اقدر احشر نفسي فيه صدق، اي يعني لا بقدر، بس لا الجلوه قير بيصير من جزء من فني، من يعني اي من نعم شغلي مهنتي. اي اول ما ابتديت في ناس هوني يقولون يبون نبي جلوه وكذي، انا ما اعرف الا معاي يعني اهلي وامهاتي واخواتي، قول خل جربي انت كنت اخذتي الكتاب يقولون كذي. رحت سالت هذه واحده قلت اي لها شلون كذي، وهاللونات في جلوت في اي نشيد اي في هاللون حقيقة العروس حق كذي كذي. الحمد لله راحت في بيت شمال يطر علي في سطح صلت على النبي محمد. اي يومي الثلاثة الا الناس يا ينحجزون يفونهم يوها حق الجلوه. بس مجوهر ما ادري يعني هل تتفقين وياه ولا لا، اول يعني الوحده تجلي يروحون حق الجلوه ويعني تحسين ان يعني اللي قاعدين يمكن من كثر ما الجلوه فيه كلام سبحان الله، يعني حتى الواحد يبكي وهو يسمع. انا القلب انا الحين للحين ابكيهم. ايوه الان يعني الوحده تجلي وبعدين نشوف الصفقه واغاني خطوه يعني هذه جلوتهم في ناس الله يسامحهم جلوتهم غير كلها ردحة، وهي بس هي صح هي الجلوه العاديه لا يعني جلوه. اي نفس اول ما يذكرون ابتدي اسم الله نشيد، والرسول عليه نشيده الصلاه والسلام. نعم الى الله ورسوله، بعدين جله مثلا عقب حقيقة العروس تي على مرحبا مرحبا، بس نستعمل الدف طيران. اي نعم مرحبا مرحبا بعروس على الاذي، تقعد العروس نطلع المشمر الخبر مشمر واحد. اي الحين انت ما تفننون في لا المشمر. انا مشمر واحد هي جلات الرداء الاخضر هذه معروفه، نعم نجليها عقب عن عقب ما يخلصون نغسل ريلها بالماي الور والزعفران. والزعفران يبون بعد وقت اثناء الجلوه يبون يعني يسلق اي واحد حسب استطاعته، الناس يحطون فلوس دنانير هاللون خرده، انا اطلب منهم مشموم ورد حق ونثير اللولو والمنثور على العروس. اقصر الريله عقب اقول حق البنات طول الفراش الابشار وقفوا، انا نقعد احنا نقنع على العروس. والعروس قاعد في المصاف غير ما دخل والبنات ذي عروسنا الليله، وبعدين بالعافيه فلانه من باسها فلانه لين هذا بعد الجلوه. عقب الجلوه ايوه عقب يقعدون على كرسي، اذا بتبدلنا في بعضهم اسوي جلوه ويتابعون العرس، تروح تبدل وترجع. في بعضهم لا يحنا تابع تقعد على ذي عقب ما اقصر الريله وابتدي في الاغاني العاديه. في ناس اذا جلوه كان خاليه بس عقب ما اخلص الجلوه واخلص هذا الكلام الرادح هذي نتوكل على الله ونطلع. اذا عندهم بس على حسب يعني حسب الطلب، مثلا لما تجلين وتخلصين ممكن يقولون ليش والله احنا نبي تسمعين لي شم اغنيه هني عادي يصير. اي يعني ساعات بعضهم يحرجوني حتى بعض احنا حد يعني مثلا عقب ما اخلص وقنن ميوهر الله يخليش يعني يعرفوني يحبون نبي سمسمه نبي هذه الاغنيه. ان شاء الله والغنيه على خاطرهم البنات، البنات عمري معي يعني بناتي ربعي معي خلص اغنيتين ثلاث نتكل على الله. في ناس يقول ميوهر ترى عقب الجلوه نبي طق أيه. يعني اتفاهم هذا من البدايه ايوه عشان اتفاهم معاه، لا يصير له محراج ولا يصير لي صدق صدق نخلص. في بعضهم لها جلوه خلص جلوتي عندهم دي جي يشغلون دي جي. ما العدم جهرا بصير شوي طماعه ربي بس تجلين شويه في جلوه نسمعها شويه.
احضان الجل. بس انا ما تشمن بيه. لا مو تشمن بيه، مو بجلواء، بقول لك النشيد اللي اول ما افتتح بهالجلوة. يلا تفضل. يعني حفظت بعدين. تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك علي علي وصل وصلى الله على محمد. الله يجديك يا مجوهر. الله يجديك ان شاء الله. مشكور عمري. نتكلم نرجع حين حق عملك في وزاره الاعلام مره ثانيه وعن الحفلات اللي شاركتي فيها ام جوهر. حفلات يعني هل كانت بس على مستوى البحرين ولا سافرت؟ لا لو في برا، قلت لك في الدوحة وعمان. اللي مرت غير غير الدول الخليجية. رحت دول العربية. مهرجان قرطاج. نروح لمهرجان قرطاج، خلصنا مهرجان قرطاج. كان في ترويح سياحي للكويت، طلعنا من قرطاج ورحنا. وكنتوا كل تأدون الفنون الشعبية البحرينية. كلها الشعبية البحرينية. اي الشعبية البحرينية، يعني هي نفتخر بفن البحرين. طبعا طبعا طبعا.